بيكم من مطبخ المتواضع زينة المطبخ. أتمنى فيديوهاتي مفيدة لكم، ربي يسعدكم جميعا ويوفق. حبيت اليوم أسوي لكم أكلة دجاج بالتمن والخضروات، إن شاء الله يا ربي تستفادون من هالطريقة لأن جدا طيبة. نسويها بالفرن بالأكياس الحرارية مالت الدجاج. راح ندي وياكم طبعا بالمقادير. أول شيء راح نتبل الدجاج. تتبيلة الدجاج هي عبارة دجاج حسب أعداد العائلة، دجاج كامل، أفخاذ، صدر، اللي يعجبكم تقطعوه وتخلوه قطعة كبيرة أنتم براحتكم. عندي زيت، ناخذ شوية من الزيت وشوية من الخل، أي خل متوفر عندكم، كمون والملح ونص ملعقة أكل معجون طماطة أو دبس البندورة وقليل من الزعتر، وراح أخلي شوية من فلفل الأحمر. أنا سويته قبل نص ساعة تقريبا، كان عندي فلفل أحمر بالمجمدة طلعته وطحنته. طبعا هذا الفلفل حار وبارد فراح استخدمه، اخذ من عنده ملعقة اكل. نبدأ وياكم بالطريقة بالتتبيلة. ناخذ اول شيء الكمون، نص ملعقة معجون، ملح حسب الرغبة. احنا ما راح نملح الدجاج، راح نخلي الملح هنا بالتتبيلة، قليل من الزعتر، العفو، من الزعتر البري. طبعا ينطي للدجاج طعم كلش طيب. تقريبا ملعقتين اكل خل، انا متوفر عندي خل العنب، انتم اللي متوفر خل التفاح، خل التمر، كله ما تاثر. تقريبا ملعقتين او ثلاثه من الزيت حسب ما تحبون، لانه انا عندي يعني الفخذ يكون يعني بيدهون نسبه من الدهون، فما راح استخدم كثير. تقريبا ملعقة اكل من معجون الطماطة، وراح اخلطهم كل المواد. انتم اذا تحبون تضيفون يعني نوع من البهار، تحبون تخلون كاتشب، هذا شيء يرجع لكم. اذا متوفر عندكم صاص ينطي طعم كلش طيب، بس انا حاليا ما متوفر عندي. بعد ما جهزنا التتبيلة راح ننزل الدجاج بيها. طبعا الدجاج ما مملح ولا اي شيء، انا اريد كميه التتبيله تكون زياده لان عندي بعد الخضار والتمر راح اخلطه وياها. هسه راح نغرفه ونخليه بالثلاجه بين ما نجهز باقي المواد ونرجع نكمل الطريقة. بعد ما جهزنا الدجاج وخليناه بالثلاجة حتى مثل ما يقول يرتاح وياخذ مونة البهارات، هسه نجي وياكم على الخضار. طبعا نقعنا التمن، غسلناه ونقعناه على صفحة. عندي الخضار بازاليا، بصل، طماطة والجزر، وانتم اللي متوفر عندكم تحبون تخلوا خلوا. انا البازاليا عندي يعني جاهزة من هالمعلبات، أخذت نص باكيت أو نص علبة من البازاليا. ناخذ الجزر مقطعة مثل ما تحبون أنتم، تريدون حلقات، تريدون مكعبات، قطع متوسطة. قطعنا الجزر خليناه عليه مي، راح نخليه على الطباخ تقريبا شي 10 دقائق بس احس بالجزر استوى عندي، راح اطفي عنه واصفي. راح نقطع الطماطم والبصل ونرجع لكم. هنا جهزنا عندنا كل شغلاتنا اللي نحتاجها لطبختنا. سلقنا التمن تقريبا يعني شلون نقول 80%، يعني ما نخليه يستوي حيل، مثل ما تعرفون لا راح يتخلى بالفرن، فلازم نخلي ما يستوي يعني زياده. سلقنا الجزر، جهزنا كل شيء، طلعنا الدجاج مالتنا تبل، اخذ التتبيله. هنا نرفع الدجاج، نخليها بصحن حتى ناخذ باقي التتبيله نتبل بها الخضر. هنا تحب
تحبون تخلطون الطماطم والبصل ويا هاي التتبيلة تحبون تخلوها واحد، انتم براحتكم، انا راح اخليها واحد. التقطيع حسب ما تحبون. طبعا انا سويت قلاص ونص من التمن، طلعت عندي الكمية كبيرة لان الاكياس اللي عندي مو كلش كبيرة، حتى يعني تكفي الكيس. فانتم اذا تسوون، اذا عائلة كبيرة وتسوون كمية دجاج كثير او تمن كثير، لازم تخلوها بكيسين او كيس عائلي، كيس الشوي يعني. نخلطها زين ويا التتبيلة حتى تنطي طعم البهار للتمن وللخضار. نجهز كيس الشوي. ونبدي ننزل التمن والحشو. طبعا من هسه الروائح تجنن، اتمنى تجربون هاي الطريقة، كلش حلوة وطيبة وتفيد حتى بالعزايم. نخلي الدجاج وننزل بالطماطم والبصل. اللي يحب يخلي الثوم يعني يقدر يخلي عادي براحته. طبعا نحاول نفرغ الكيس مثل ما تعرفون من الهواء وبعدين نربطه. طبعا وما ننسى نثقب كم ثقب بالكيس حتى ما ينتفخ عندنا الكيس مثل ما تعرفون. نخليها بالتبسي وندخلها الفرن تكون درجة حرارة عالية، يعني أنا درجة حرارة الفرن عندي 250، ما أعرف أنتم، كل واحد يعرف فرنه. ونتركها تقريبا حسب ما يستوي الدجاج عندكم، إحنا بسرعة يستوي دجاجنا، فتقريبا ساعة أخليها بالفرن، أخليها على الرف مو بالأرضية حتى تستوي عندي، يجهز عندي التمن والدجاج يستوي. وشي تتنكه من شي تحبون تخلطون هاي المواد، تحبون تخلوها هيجي طبقات، أنتم براحتكم. راح ادخلها الفرن وارجع لكم بعد ما تجهز عندي. هاي حبايبي بعد ما كمل طبقنا اليوم، طبعا خليتها ساعة بالفرن، شغلت عليه تقريبا 5 دقائق من فوق حتى يشقر الوجه. طبعا هو كان مشقر بس يعني انا حبيت الدجاج يشقر اكثر. هذا طبقنا اليوم، راح نقدمه حتى تشوفون التمن مالتنا شلون صار والدجاج. بسم الله. مع العلم هذا تمن مو بسمتي، تمن عادي، بس شوفوا شلون مستوي ويخطل. اليوم اتمنى ينال اعجابكم والف صحة وهنا علينا وعليكم يا رب. واللي يعجب الفيديو لا ينساني باللايك، كون ممنونة من عندكم، واشكر تعليقاتكم الحلوة. ربي يسعدكم جميعا، مع الف سلامة.